تابعنا وياكم أول الأشواط الذي ذهب مع الدانة تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن عبد الله بن عفر المطيوعي المنصورية على فوز الدانة بأول انطلاقاتنا. أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة شوط الجعادين الفطامين. نتمنى التوفيق لهذا الجيل الصاعد والناشئ لهذه الأسماء. أتقدم مع المركز الأول أتابع على الصدارة والمقدمة شاهين على المركز الأول، ويقدم شاهين راعي الدانة محمد بن سيف بن عفر المطيوعي المنصورية ينطلق على المركز الأول يبغي السلام الثاني لأهالي الفقعة وإلى أهالي المرموم. المركز الثاني مباشرة أتابع قماري القادم لمحمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسية. المركز الثالث يتقدم شراب لحميد بن علي بن سعيد الدرعي. والمركز الرابع القادم شاهين لحمد بن ناصر بن سالم الهاشمي، ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى الشعار، إلى شعار بن عفرة اللي طاري في كل ميدان، إلا الجماهير يتابعون ويبروا له من اليمين ومن اليسار. ها هو شاهين يضيف النقطة الثانية، وسلامي إلى الفقعة وسلامي إلى أهل المرموم بهذا التألق الصباحي بالأشواط الرئيسية. مشكور يا بن عفرة، مشكور. تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي المنصورية. المركز الثاني وصل شاهين أحمد بن ناصر الهاشمي، والمركز الثالث كان قدوم سراب لحميد بن علي بن سعيد الدرعي. هكذا هي النتيجة. التوقيت الزمني 1:48 هو توقيت شاهين. تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المنصوري.